عسلامة مسيو. عسلامة، أهلا وسهلا. مرحبا بيك. وبيك شكرا، أهلا وسهلا بكم. خلينا نتعرفوا عليك. أنا أستاذ عدنان، باحث في الحقوق. أستاذ عدنان بديوي، باحث في الحقوق، مواطن تونسي بطبيعة الحال. مرحبا بيك. اخترنا اليوم باش نحكيو على انتشار ظاهرة إدمان المخدرات بين شباب المجتمع. هذا موضوع مهم وموضوع هام، تو عنده أكثر من تقريبا 4-5 سنوات دائما وأبدا يطفو على السطح. كل مرة نغيبوا عليه وبعد نرجعوا له. الحديث طويل على المواضيع هذه. هو فيه جانب قانوني وفيه جانب اجتماعي كذلك. وفيه جانب يهم المساجين، يهم السجون. بالنسبة للوضعية القانونية، وقعت تخفيف من العقوبة نتاع استهلاك والمسك، ولا فيها يعني عقوبة مخففة. ما عادش فيه إيقاف تحفظي، ما عادش فيه ردع بعبارة أخرى للمستهلكين والماسكي المخدرات. وخاصة أنا نشوف تفاقم الجريمة بشكل رهيب. الجريمة المنظمة وجرائم يعني وأفعال إجرامية فيها اللي يقع المسك به وتقديم العدالة، وفيها اللي مازالوا طلقاء. هذوما ناس اللي يستهلكوا مخدرات، والمخدرات فيها عواقب ونعرفوها الناس كل. مأتاها المخدرات هذه زادة ما وقعش الإلمام بها وما وقعش حسرها، لأن نشوفوا بمروجين كبار ما مش قاعدين يقعد تتبعهم. صغار قاعدين يبيعوا بالصغير ويبيعوا بكل انواع، ولا تولينا نشوفوا المخدرات كذلك انواع. واحد يقول زطله، واحد يقول حرابش، واحد يقول اكستا، واحد كلهم مخدرات مسيو. طبعا هم مضرين يعني. هي كله مخدرات، ولكن فما تصنيف المخدرات. ثم قائمه جدول A، ثم جدول B، هذا تصنيف قانوني. حسب التاثيرات يعني، حسب تاثيرها على الشخص. حسب بالطبع، حسب القوه على الشخص، حسب القيمة المالية اللي هما يحسبوها، وحسب المأتاه البلاد اللي جاي منها. شيء هذا فيه قرنب الهندي، فيه أنواع أخرى خطيرة جدا، قاعد أقراص تشكل تغير البشر، يوصل يقتل يعني. فيه جانب يعني جنائي وغير ما يتفطن. أنا في رأيي يقع منعه، خاصة إجزاء الأطفال والتلامذة. هذا الجانب القانوني، قلنا الجانب القانوني، وقع تخفيف في الاستهلاك ومسك. بطبيعة الحال هو المروج يقع يعني هو نفس العقوبة، ولكن في التخفيف هذايا الراو في المقابل ما ثماش ردع كبير وما ثماش وقاية. خاصة الناس المدمنين هذوما من الشباب ضروري أن يقع يعني تنظيفهم، ويقع يعني معالجتهم، ويقع علاج للمدمن. عندنا المركز الوحيد في جبل الوسط على اللي يعالج المسألة هذه نتاع إدمان، واش قاعد يقوم بوظائفه كما يجب، وشوية ناقص. كان واحد في صفاقس سكروه بعتقد، تاتر خاطر العدد كبير مسيو نتاع المدمنين. حتى اللي موجودين ما مش قاعدين يقوموا، وما عندهم بتاتر بيان، عندهم اشكاليات داخليه، معناها قله الموارد او قله الموارد البشريه او ادوات. هذا ديما نسمعوا فيه في جميع المساحات وجميع المساحات العموميه، يعني نقصد به المستشفيات. هذا مركز علاج الادمان ناقص وحده ما يكفيش، لانه الشيء عمال يكثر. احنا نشوفوا في ظاهره، هذه ظاهره متفشيه، ظاهره تنخر بالمجتمع التونسي، ظاهره قاعده تقضي على المجتمع التونسي. وياريت لو كان يقفوا له وقفه حازمه، حتى يشركوا الجمعيات والمجتمع المدني وغيره باش يعالجوا، لانه الدوله وحدها غير كافي. قداش من شرطه، قداش من امن، وقداش من عداله. لابد ان مش نقعدوا احنا نقولوا احنا لا كورس كونتر لا مونتر. احنا نطاردوا في الخيال. لابد ان يقع ايقاف النزيف هذايا، او تنقيس منه قدر الامكان. ما كانش الشيء هذا نشوفوا فيه. الجيل نتاعنا ما كانش عندنا الشيء هذا. ما كانتش متواجده يعني المواد هذه. حتى كانت موجوده متواجده، كانت عقابه شديد لدرجه اللي انسان ما يخممش اصلا، يفكرش انه يمشي للظاهره هذه. باش لانه كان وقت جينا احنا، وقت زعيم بورقيبه وغيره، كانت يعني عقوبات صارمه وشديده توصل حتى لحد الاعدام. يستحيل انسان يخمم انه يفكر باش يلتجي للماده المخدره هذه. حتى مسيو العقليه نتاع الجيل هذاك تختلف على العقليه نتاع الجيل هذا. هذه من نعرضكش فيه، نوافقك فيه تمام التوافق، لانه هذا فيه ما يسمى بتطاحن الاجيال، يعني فما لي كونفلي دو جينيراسيون. احنا ماناش ضد الفكره، لكن نحبوا الجيل هذا الموجود يكون كيفنا ويشبه لنا، لان نجحنا في الجيل هذاك اللي تعدى. على الاقل نمنعوه، نعاونوه باش نشيلوه من الامراض هذه، شيء ما كناش نعرفوه. وهذا المساوي نتاعو عديده وعديده جدا. في الجانب الاجتماعي توا، عائلات مشات شردت، والمساجين تعبيت، سجون تعبيت منهم، والعائلات وراهم، والناس انقطعت على الدراسه، وجرائم قاعدين ضحايا نشوفوا فيهم يوميا جراء هالشيء هذا.
المحاكم تعج سببها المخدرات، خاصة المخدرات. واحنا يا ريت لو كانت تمنع البلاد وتخفف من هالوطأة نتاع الشدة هذه نتاع وهالظاهرة هذه اللي قضات على المجتمع بصفة عامة التونسي، ما نقولش الكل ما نعممش، ولكن ظاهرة موجودة. واحد يقول لك يعاش بيه، والآخر يقول لك نورمال. تلميذ تلامذة شوفوا فيهم، شوف تلامذة في أقراص مخدرة قاعدة توزع قدام المعاهد. والأمن قائم بواجبه الحقيقة، قائم بواجبه فهمتي في البحث عليهم وفي التفتيش، ثم حملات هذه أكيد شوفوا فيها، ولكن ما يكفيش ما يكفيش. مش تحصر الكل. مش تحصر الكل، هذا في تقاوم. لازم العلاج يكون من اليوم الأول من اللي قاعد يدخل في المخدرات. بطبيعة الحال هو سيركوي. وعندهم دي سيمولاسيون، قوة كيفاش يخفيه وقوة كيفاش يوزعوا، قوة كبيرة رهيبة. قداش منه الأمني هو باش يقعد واقف يومين هو قدام المدرسة. لاحظوا اللي العبيد اللي قاعدة تتشد معناها وتتعاقب وتتحط في السجن هما الأطفال الصغيرات اللي قاعدين يستهلكوا. نعم وكذلك، وللأسف الشديد أنا قاعد أشوف في المحاكم مثلا قاضي الأطفال قاعد يعالج كان في المسائل هذا خاصة. وقليل تلقى تحليل يعدي السفل يعني في عمره في 16 17 نشوفوا فيه اطفال عمر الزهور تلقاه مستهلك ويتعدى بوزيتيف يمشي للتحليل ويقولوا له عندك ايجابي يا مدام راه ولدك مستهلك وما قالوش ما قالش العائله نتاعو وللاسف هذه وقتين ياسر خاصه الاطفال وخاصه بعد هذاك تجي وراه السرقات وتجي وراه القتل وتجي وراه الخطفه من غير ما يشعر بروح بعد يقول لك ما في بالي بشيء نسيت ما نعرفش ما فهمتش كيفاش عملت الشهر هذه. احنا هذا ولا الحل، الحل هو علاج الادمان، تقطع دابر الترويج اللي باش يجي هو يجي بين هواء وضاء، مو اكيد راه فما حدود تعدى على طريق الحدود. يلزموا يشدوا الحدود، يشدوا المطارات، يشدوا البري، يشدوا الجهات، يضربوا الروس الكبار، مش يجي مستهلك يقضيوا عليه ويسيبوا الروس الكبار اللي قاعده تجي في الكيلوات. يعني وخاصة يعني دعم للمراكز هذه الوقاية والإدمان من الإدمان والعلاج والتحسيس والتنبيه من خطورته على مستوى وزارة التربية، وزارة المرأة والطفولة، جمعيات معناها المجتمع المدني يحسس بالخطورة متاع الآفة هذه. هذا هو اللي عندي ما أقول لك، الجانب القانوني والجانب الاجتماعي والنفسي كذلك. هذا هو. المدرسة والعائلة عندهم دور في الموضوع هذا؟ العائله ساعات تلقاه الام والبوم متخالفين وفي طلاق ومتشردين وما عندهمش امكانيه انهم يتبعوا الطفل، تلقاهم هم بدهم في اشكاليه، عندهم جانب صحيح لكن ماهوش كافي. المدرسه كذلك يقريه ويقولوا برا على روحك، اللي كنا قبل عندك البرمانونس نقعدوا بين ساعه وساعه، يشدوا الطفل ما يخليش يخرج لبرا، واذا به تو اللي يخرج لبرا يقولوا الاستاذ ما جاش، يتشرد في مجي بالشوارع. هذه مازالت موجوده مسيو في بعض المعاهد معناها. بعض المعاهد مش معاهد كل، انا قاعد اللي قاعد نشوف المدارس الكوليج مش كل، انا عندي بنتي تقرا في الكوليج قولي بابا ما جاش المعلم، تصور لو كان جاء مثلا هو قريب احنا قريب لدارنا المحل المدرسه هذه الاعداديه، تصور في جهات النائيه في الريف ولا في القروان ولا اماكن اخرى تبدا بعيد المدرسه على مقر الاقامه، بطبيعه الحال وليد باش يقعد البر باش يشر، قولي هذا نرجعوا لكن شو يقولوا احنا لور كروز هذيك يقعد فيها التلميذ في القسم بيرمانونس شكل من اي اشكال هذا يرجع، يا ريت كان يرجع ويراقبوا اكثر. يعطيك الصحه مسيو، ميرسي.